ناس مظلوم 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 والله مظلوم حاير يا ناس وقلبي مهموم حاير يا ناس وقلبي مهموم مظلوم مظلوم والله مظلوم بين أهلي وأصحابي مظلوم دايم عند أحبابي مظلوم بين أهلي وأصحابي مظلوم دايم عند أحبابي حتى بشغلي من سك بابي وحظي بالعالم معدوم مظلوم مظلوم والله ان سويت زين وشين يطلع لي عكس الاثنين ان سويت زين وشين يطلع لي عكس الاثنين لو اعرف حظ منين لا اروح له واقول لكم مظلوم مظلوم والله يطلع لي عكس الاثنين. اي خالف الله كريم الحمد لله على السلامة يا معود. طلبات دعاية. اللي طلعت من البيت اليوم صار لك مدة محفور في البيت ما طلعت ولا شيء زين اللي طلعت اليوم. ما عليك مني انا لو افتك منك ومن قربك انا بخير لكن بالشني بلشة انت ايش تبي مني؟ لا انا اقول يعني الحين بسألك انا ايش بتسوي؟ ايش تبي تشتغل؟ ما عليك مني. نسيت سويت فيني غلطة وصارت شو اسوي يا معي غلطة ايوه هذه تسميها غلطة سامحني يا معود شو اسوي الحين ما علينا ايش تبي تشتغل ان شاء الله ما عليك انا بروح حق صديق المرحوم الوالد الله يرحمه وبقول له ابي وظيفة وهو مركز كبير وبتوظف ان شاء الله عود خذني وياك الله يطول عمرك يمكن احصل لي وظيفة وياك سبحان الله انا اخذك وياي احنا فلشنا يميع من الشركة اللي اشتغل يميع عند هذا الجديد انت اي مينون انا يا معود تكفى وصالح لا 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 وفيد العمر لا 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 تعالج لا تعالج سنين انا وياك ونفس الشركة وتفلشنا يميع لا تعالج لك هاي السنة خلوك خير شفيك شنو صاير عيدها عيدها مرة ثانية شفيك شفيني يعني زين اللي سويتوه خسبكتونا الله يغربلكم فشلتونا باشر نتفشل بالكويت هني انا انت صبها ميشين وبيت شعرقني من اللي يعني قاعد يلقني من اللي قاعد يلقني وانا قني انا عبالي تعرف ما هديتك صبها ميشين وبيت وانا تعرفني اعرف غناوي شنو ايه تعرف غناوي شنقلت ما اعرف لا تقعد تفشلنا باشر حذاب كذي من الاستوديو انتوا اللي قلتولي وانتوا الاسباب انتوا رياييل انتوا عن القلط اشرح علي يا انا والله اشرح علي شرح وهذا كل ما تبعد معانا تخسبقنا وتزعل ابو صالح ما دام هذا يا انا قايل ابو صالح يا بل ما يردك بل ما يردك زين عطني شاي مره واحده مر ابي اشرب مر انا بحرق جبدي هذا ريلك ما يتريى من وراء خير بس يا يمه احنا لازم نصبر عليه وخالد مسكين يمه ما في ده شيء انا خايفه يصير في شيء يصير في شيء ايه عسى يصير في شيء ان شاء الله هذا احسن شيء يسوي انه ينتحر ويريح الناس وريحنا مره واحده لا يمه لا والله العظيم ويرتاح لا تقولي لي عليه كذي ما تقولي لي هذا وين يبي يشتغل ومن هو اللي يبي شغله اي يمه قلتي لي اهو خالد قال لي بيروح عند مدير شركه كبير هذا صديق ابو المرحوم الله يرحمه ويبي شغله عنده الله لا يرحم خالد
نشوف نلحق الكذاب لحد الباب. احظه قل انت ما تحبين خالك كله ما تحبينه. حبه القراده منين احبه؟ وانت كله حاطه دوبك ودوب هالريال. اي والله يا يبا، مو وجهه فقر، وجهه فقر، من شفناه شفنا الفقر. حنا يعني لو فرضنا اخذنا حصه وخليناها في البيت، من بي خطبها؟ هو عيال حال وايد، هي مين ناقصه؟ مين ناقصه؟ اي مين ناقصه؟ لا من جمالها الله يهديك. لا ولا ما ادري من طالع على ابوها منها. طالع عليك انت، ما طلعت عليك. عاد انا ما ادري شنو فيني، ما تقولي شنو فيني. يا ام صلاح يا ام صلاح، ما فيك الا العافيه، ما فيك شيء. بس يعني شلون بالله؟ بالله عليك هي قاعده تخدم وتغسل وتطبخ وكل شيء تسوي له. ما قام يقاصها بشيء هي. هذا واجبها، واجب كل زوجه بالبيت. بس مو حق هذا الدرو هذا. وجه الفقر اللي من شفناش من الفقر قطيعه. يا ام صلاح يا ام صلاح، يعني شو من الشغل فن الشغل، راح يدور شغل مالي قاله عايز من مشكله الى مشكله. يعني شو يعني انت ايش عندك؟ هو بنفسه هو ويهدر، هو يطيح نفسه بالمشاكل. من اللي طيحه؟ يبوق يودونا مخفر، يودونا كل يوم مودينا مخفر. مو ذاك اليوم بايق البوك من المره. لا 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 مو هو، لا ما ادري ابوي اللي بايق. لا لا مو هو، لا هو ابدا مظلوم. والله كل شيء يسوي ويقول انا مظلوم. يبا هو قال انه بيروح عند مدير كبير مال شركه صاحب ابو خالد المرحوم الله يرحمه عشان يشغله. خلاص ايه خلاص، بعد ايش تبي؟ رايح يدور له شغل. وهذه سالفتي، الله يطول لي عمرك، هذه سالفتي. وانت ما ظن تقصر، الله يطول لي عمرك، وانا جايك ومستحي لكن الظروف خلتني اني انا اجيك واعرض وجهي لك. لا تنسى يا خالد ان ابوك المرحوم الله يرحمه كان من اعز يحاسبك حسبه ولدي. نعم، لكن الحقيقة أنا ما عندي وظيفة اللي تناسبك. ما عندك وظيفة؟ استريح خالد استريح، ما كملت كلام، استريح. شاف بعد لا تنسى أنك عزيز علي، فأنا على كل حال راح أدزك حق مؤسسة صحفية. حاضر إيه. الله يطول لي عمرك. على فكرة تفضلي هذا الكرت وفيه العنوان إيه؟ وبيك تروح هناك تقابل سكرتير التحرير. سمعت؟ وتسلم عليه وتقول له أبو ناصر دازن عليك. ان شاء الله. سمعت ابوي؟ ان شاء الله. وهذا يدور لك كل شغل، يعني تدبر شغلك الحين موقت، وبعدها لما نشوف لك شغله ثانيه. ان شاء الله. سمعت. زين الشركه وين عنوانها؟ وين ادلها؟ لا لا هذه يعني مو شركه، هذه نعم. مؤسسه صحفيه. بس انت تروح الحين تقابل المدير وتعلمه بالموضوع كله، وانا يمكن بعد شوي امرك هناك. على امرك. إيه؟ بس أنا منك إنك تدير بالك. ما قصرت. وتلاحظ نفسك تمام. ما قصرت والله، يطول لي عمرك. أنا مشكور. حياك الله. لا لا العفو يبا، العفو، استغفر الله يبا. لا يبا استغفر الله. حياك الله يبا. ممنوني. أنا وسهلا يبا. الله يسلمك. مع السلامة أبوي. حياك الله. بأمان الله. بأمان الله يبا. امر شاي حليب ينسونه يفتكرون. ما بشيء معود البحث. انا اجري انك تبايخه داب شبك يا خالد. ما اجى عندك خالد؟ اي نعم. خالد خالد الحين لو تشوفه ما تعرفه. ها اي والله خالد بت جديد مره واحده. جداه شيء جديد، عقال جديد، قطره جديده، مسكت مره واحده. ها اي والله. ايش لابس؟ ايش لابس؟ أنا أقول لك إيش لابس الموضوع وما فيه. يا مبارك يا الحبيب. بل خالد قال لي بروح أقابل مدير شركة صاحب أبوه الله يرحمه. إيه رايح يدبر له وظيفة، يقول أنا همسكته كلش. إيه ورايح له مستعد. يعني الحين هو دبر نفسه بوظيفة وخلانا حنا من غير شغل أنا وياه ابو خلاف. وانا بعد وانا طايح حظي بعد. وانت صاد رايح يدور له وظيفه، لكن شنو من وظيفه؟ مسكته رايح يجيد مره واحده ما تعرفه. تصدق خالد هالحلي هذا الوسخ اللي لني عطنا مال ما تعرفه بالمره كلش. صاير يديد بتي مره واحده. اي الله كريم الله كريم يا عبد المقصود. على كل حال الله كريم الله كريم، ما قلنا شيء صح، لكن انا ما اقول الا خلف الله على امي. شلون؟ هم عاد ان عندها ولد اسمه عبد المقصود اللي مفكرتي. والنعم والنعم؟ اي هذا انت تقول والنعم، لكن للغير عطنا بار
الوالد عطنا مال مكزر عمري 10 سنين قرصون، شو الفايده ما ادري، واللي يسوى واللي ما يسوى يتامر علي، عطنا مال الدخله وعطنا مال وهات بارد 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 شو بارد. تذكرتني وجاء واللي يرحم والدك واللي يسلمك. لا تقول لي بارد، انا مالي بارد، قل لي من فضلك عطنا بارد، حسسني بقيمتك يا قرصون محترم، واللي يسلمك عطنا بارد بارد يا دعاية بارد. دير بالك فتح عينك منيح، اول ما يصل الاستاذ خالد فورا تتصل بسكرتير التحرير. ان شاء الله. فهمت؟ ان شاء الله. دير بالك. يا اخي تصرف، قلت لك تصرف. ايه شيل المقال وحط بداله دعايه. ايه نعم يا اخي تصرف مثل ما تشوفه. يلا يلا مثل ما اقول لك، مع السلامه. نعم شكرا. ها اهلا. هذا اللي قلت لي عنه رح خلصه اوام انا بلحظه. اوام بلحظه؟ يا اخي اركض ودي المطبعه بسرعه. اوام بلحظه. طيب شنو؟ طيب وبعدين خالد صار عليه؟ بيكون حتما هنا الاستاذ خالد في الطريق. طيب حضرتوا شغلات المنامه؟ طبعا طبعا حجزنا. ايه حطوا بالكم ترى صاحب اكبر مؤسسه صحفيه في الخليج. طبعا طبعا حجزنا له، حجزنا له باحسن فندق البلد. خوش. بعدين سيدي شو رايكم لو نعمل معه ريبورتاج صحفي؟ ما هو انت اللي راح تسوي الريبورتاج الصحفي معاه. والله انا لي الشرف. الله يخليك يا معود، اهتم في القضيه وحط بالك، وارجوك يعني تخليك عند الباب بس يوصل على طول تعطيني خبر. حاضر. لا تفضحونا ويا الرجال. يلا اخوي بارك الله فيك. عافيه ابوي. يلا عليهم أسامي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. نعم مرحبا. أمر. نعم أنا خالد. الأستاذ خالد. أهلا أهلا وسهلا ومرحبا يا ميت. مرحبا. الحمد لله على السلامة. متى وصلت؟ يا أهلا وسهلا. خالد 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 وينك؟ خالد تفضل يبا تفضل استاذ. تفضل ابوي. تفضل تفضل يا خالد تفضل. طبعا طبعا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حياك الله. اهلا وسهلا استاذ خالد. الحمد لله على السلامه. حياك الله. اهلا وسهلا. شرفت يا اخي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل تفضل ابوي تفضل. يا هلا ويا مرحبا وزارتنا البركه. عندك يا يبا تولى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا هلا. متى الوصول ابوي؟ ها علام. اهلا وسهلا. هلا. تفضل. الله بالخير. يا هلا. الله بالخير. هلا مرحبا. تفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا هلا. اخذت له شغلات زين. ها اوكي. اخذ له من قدام بالله كلوز. نعم اهلا وسهلا. يا حي الله الاستاذ خالد. الله يحييك. يا هلا مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا ويا مرحبا وزارتنا البركة. الحمد لله على السلامة. متى الوصول؟ والله اليوم طبعا. اهلا وسهلا. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا. بس انا جايك. طبعا انت غني عن التعريف ولك شهره في عالم الصحافه. اهلا وسهلا الاستاذ خالد. منو ما يعرف الاستاذ خالد؟ بس لو سمحت الاخ يعمل معاك سين وجيم ريبورتاج. تفضل. اي بس انا بقول لك. عارف عارف طبعا عارف. تفضل. شوف شغلك. شلون 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 اول ما وصلتوا كيف كان شعوركم؟ والله شفت انا استقبال انا متعجب منه ومحييني ويا هلا ويا عظيم. يا هلا هذا شرف كبير لنا طبعا. اهلا وسهلا. يا هلا سؤال. استاذ خالد. نعم. اول ما وصلتوا شو الشيء اللي لفت نظركم؟ صح والله صح. شفت شباب طيبين حلوين. بس انا بقول طبعا يعني معروف. طبعا معروف. انت يا اخي غني عن التعريف. معروف. معروف. بتتكلم عن البرقيه. البرقيه وصلت اليوم. هو طرش برقية. اي نعم طرش. تقصد شو اسمه؟ طبعا طرش برقية. استاذ خالد يعني ما يقصر. استاذ خالد. نعم.
ان شاء الله يعني عجبوكم الشباب، شو رايكم بالشباب؟ الشباب على الراس والعين، والله الترحيب برا من احسن ما يمكن. برا عليكم برا يا استاذ، برا استاذ عفوا يا استاذ، عنا هذا يا استاذ، يا اخي روح برا بعدين بعدين يا اخي. شوف روح شوف هذا الشبي، روح شوف هذا الشبي. يا شنو هالحاله؟ عفوا استاذ خالد، اهلا وسهلا. عفوا اعذرنا، تعرف انت الصحافه، واحد طالع واحد داش واحد جاي، بس المهم ان شاء الله انت تكون مرتاح. الحمد لله والله بعد احسن من هالاستقبال والترحيب. الله يخليك، هذا واجبنا مثل هذه ماكو. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا. اذنك بالله يا جميل، يا اخي ذبحنا هذا وين؟ طيب نعم نعم، حصلت عمليه التباس كبيره جدا. التباس كبير جدا. شلون بتعرف الشخص اللي دخل لعنا هلا منو هاد؟ من هذا؟ بيكون يا سيدنا ما انت خالد الهدد، صاحب المؤسسه الصحفيه المعروفه الضيف. الضيف خالد الهدد. وهذا منو حي؟ والله ما ادري. بعدين استاذ برا إيه؟ ومزعوج جدا جدا من الوضع اللي صار معه. ايه رحنا في داهيه، احنا في داهيه على اذنك يبا. هذا والله الاستقبال الطيب والزين، هذا الاستقبال الطيب والزين. خير؟ قم 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 اشوف قم. من وين؟ انا خالد. اي خالد؟ خالد انا خالد. انت تفضل اطلع برا، اطلع برا، عطنا عرض اشتافك بسرعه، وديته بداهيه. انت انسان بتودي الجريمه بالحضيض، تعرف شلون؟ انت انسان نصاب، انت انسان كذاب، انت انتحلت شخصيه غير شخصيتك. ودوا على المخفر يا جميل، سووا له اي شيء، بس المهم خلصوني منه. اتفضل اطلع برا، لا تقعد تطالعني برا. اطلع برا يا اخي، انا ابتليت مع البلاوي اليوم. انا شو مسوي اليوم؟ ابتلش فيه، لا حول ولا قوه الا بالله. الله بالخير. اي خير؟ الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. نعم صاير يبا، يقولون بيوتوني مخبر. ليش مسوي؟ انا ابتلشت فيه. هذا منين جايني اليوم؟ منين جايني؟ حياك الله. فضل ما زال هذا. انا اللي دازه. انت اللي دازه. انا اللي دازه. ما دزيته. ليش هو؟ شلونك انت احسن؟ طيب مرتاح يا اخي؟ حصل اشكال يبا. هذا انا اللي دازه عشان دبروا لي اي وظيفه عندكم. انت اللي دازه؟ اي نعم يا معود. خل اقول لك المصيبه اللي صارت علينا اليوم. انا لما الحين ما اعرف شنو السالفه، شنو اللي صاير. خلني اقول لك على اللي صار، ويا ريته ما صار. المصيبه ان حصل. يا سلام يا خالد، يعني ما تصير هاللخبطه هذه الا معاه. يا معود فكه الله. الموضوع الحين، الموضوع يقول لك المدير اتصل بالمخفر وصارت صيحة وربربة، لكن بناصر اللي وظفه هذا اللي توسط له تداخل في الموضوع. والله ستر. ها يعني واشتغل؟ والله قال لي انه باكر يستلم الشغل. عطنا مال الشغل اشو. خلني اشغل يا جميل. اي نعم. تعال يا نعم. خلصت المقال اللي قلت لكم عليه؟ ايوه المقال جيز وصار في المطبعه. خوش. خالد صار بالنسبه له؟ والله سلمنا العمل اللي قلت عليه وبعتناه على الفندق مشان يعمل مقابله صحفيه مع الفنان الكبير سوسو. معود خلوه بس حق مقابلات اهل الفن ووجهه، وشوفوا شغله شلون وبعدين خبرهم. ما يهمك، نحن هلا طبعا هي اول مقابله صحفيه له. خوش. وحطيناه تحت التجربه. الله يقويك. الله يسلمك. خوش. بارك الله فيكم. شكرا. بعدين الله فكه. وهذا عندك بناصر، هذا رحمه له. المدير بقى يطرده من الشغل برا وحده، لكن بناصر الحقيقه الله راس له، هذا رحمه حق. انا صدق. انا
صبر 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 خالد ايش عرف الصحافه ايش عرف الصحافه عطني شاي هم مر مره واحده اه يلا مزح مصاخه هذه ما صارت يا جميل جميل تعال تعال شفت مقال خالد قبل لا توديه للمطبعه؟ والله طبعا ما شفته لانه الرقيب مريض وانا صححت المقالات بنفسي. الرقيب مريض وصححته بنفسك، شفت المقال؟ طبعا لا لانه المقالات المهمه اللي صلحتها طبعا يعني. المقالات المهمه بس وهذا هو مبتدئ بس اللي شو فيه شو فيه تفضل شو فيه؟ تفضل شو فيه؟ اقرا اقرا هون وتعرف شو فيه. تفضل. هذا يا سيدي بعد ما سلمنا الاستاذ خالد إيه؟ باب طلبات الزواج بمعرفتك انت طبعا وانت اللي قلت لي سلمه باب طلبات الزواج قلت لك سلمه باب طلبات الزواج لكن قلت لك اخذ بالك منه اخذ بالك منه وصحح الاشياء اللي يكتبها اتفضل اقرا ايش كاتب هني اتفضل اقرا المهاز اللي حاطها هني بسيطه يا حضره تفضل شوف شو مسوي لي بسيطه يا حضره السكرتير تفضل بسيطه طلب زواج إيه؟ امراه تبلغ السبعين من عمرها خوش تطلب الزواج من شاب أسمر اللون تفضل لا يزيد عمره عن 25 سنة جميل الشكل ويجيد الرقص الغربي استلم صفاتي ايه؟ امرأة لا بأس بي لا أستطيع السير على قدماي كبر سني تفضل أجيد الرقص الغربي تمام لا يوجد بفمي ولا سن خش مركب ضبطين العليا من ذهب ايه؟ والسفلى من فضة فضة؟ فضة هيك مكتوب فضة فضة مكتوب فضة؟ والله فضة مكتوب زين هالحكي هذا؟ الله يخرب زين هالكلام هذا؟ يا خالد الله يخرب بيتك وين فيه هو وين فيه؟ قاعد في مكتبه قاعد في مكتبه روح ناده طيب روح ناده بسرعة حاضر 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 انا شو مسوي حتى تطيع علي هالمصان؟ مرحبا استاذ خالد اهلا اهلا المدير عاوزك المدير يبيني ايوه يبغيك شبي لا ما في شيء خير مكافاه الله يبشرك الله يبشرك بالخير ماجد اخذت مكافاه تصدق من اشتغلت ماجد اخذت مكافاه هذه اول مره اخذ مكافاه هاي عندك وبي اتفضل صباحك الخير والكرامة يا هلا حي الله الصحفي اللامع حي الله الصحفي المجيد حي الله الصحفي اللي ماكو منه حي الله الصحفي اللي بيسوي ديونة تفضل اقرا شوف شو مسوي تفضل شنو هذا هذا اللي ايه هذا اللي اقرا اقرا هذا اللي اقرا هذه مسخره هذه مهزله انا ادري منين انفحت علي ادري من اي سكه انت جيتني زين لك شذي زين هذا الصج والواقع هذا الصج والواقع الصج والواقع ولا تبي توديني الداهيه تبي تعفس الجريده علي اتفضل اتفضل غير مطرود برا اقول لك اطلع برا بس خل افهمك شو تفهمني ما بيك تفهمني ولا فهمك تفضل اطلع برا اتفضل برا يا اخي اطلع برا قبل لا عين اطلع برا قبل لا الخمس يا اخي افتح الباب واطلع برا علامي ذبحني ضربتني يح 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 يا اخي ما تفضل اعمى كمان اعمى القلب والبصيره اعوذ بالله من هيك عالم اعوذ بالله اعوذ بالله اعمى صرت هانا أعمى لكن أرجع وأقول مظلوم ماني مظلوم يا
ناس مظلوم 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 والله مظلوم حاير يا ناس وقلبي مهموم حاير يا ناس وقلبي مهموم مظلوم مظلوم و...